أو أنا لا أدري. لكن اليوم مو دشوفها موضة أستاذ مكين، يعني يجي شاب بعد يعني بعمر الزهرة بعد بداية حياته، يعني لم يعرف الزمان والزمان وعركه كما نقول، يأتي ويقول والله أنا لا أنا حصلت أنه أكون ربوبي مثلا. يأتي شخص آخر يقول والله لا أنا حصلت على مثلا أن أكون لا أدري. طيب عزيزي، أنت حتى تكون لا أدري، هل تعرف أنت كم كتاب المفروض أو كم فلسفة أو كم ثقافة تطلع عليها؟ يعني هل عمرك يسعفك أنه أنت تقول أنا لا أدري يعني بهذه الطريقة؟ مو بالضبط. فمن هذا أنا من سألتك، يعني عفوا مو قصدي رجل قش، لكنه حقيقة عسى أن تصحح مثلا فكرة مغلوطة عندي أنه الموضوع ليس هكذا، ليست أدوار توزع أو ألقاب يحصل عليها الشخص صباحا عندما يستيقظ أو في حالة نشوة ليلا مثلا. يعني أتمنى تقول لي لا مهند أنت كلامك خاطئ، لأنه الربوبي هو مثلا 1 2 3 ولا أدري هكذا. تفضل لو تكررت. يعني حتى ما تصير 2 مو 3. مثلا عندنا الإسلام، الإسلام أنك تؤمن بالأركان الإسلام وشو وعبادات الإسلام كلها. الإلحاد يختلف عن هذه الأمور، الإلحاد فقط عدم الإيمان بالأديان فقط، أي شيء ثاني سويه. يعني هو مو اعتقاد، هو فقط عدم الإيمان بوجود خالق للكون. لأن مسألة الخالق هي إيمان. يعني موقف قصدك؟ ممكن يعني أكمل؟ لا أنا عفوا مو قصدي أقاطعك، بس أنا أريد أفت يعني أريد يعني إذا تقبل مداولة تكون، يعني تسألني وأسألك حتى تتضح الفكرة. يعني قصدك هو موقف من أنه يعتقد الملحد أنه لا يوجد خالق للكون، وبالتالي يعني هي هذه ببساطة يعني. لا مو هيك. لعد لما تقول أنه إيمان والخالق لم يثبت، يعني حتى ننكره هو إيمان فقط وجود. كيف لم يثبت؟ هو إيمان، مجرد إيمان. إذا لماذا نقول لا 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 أستاذ مكين، الإيمان يعني التصديق. أنت الإيمان مفتهمة يمكن على طريقة أو قاري عن الإيمان برؤية بوجهة نظر مسيحية. لا إحنا عندنا الإيمان هو التصديق. تمام، أوضح بعض المغالطات بخصوص الإلحاد بعدين نرجع لموضوع الخالق. يلا يلا يلا. تمام، الإلحاد هو عدم الإيمان بوجود أديان. أي شيء ثاني يسويه الملحد هذا يخصه هو شخصيا، ما دخل الإلحاد فيه. مثلا يجي ملحد يحرق القرآن يحرق الإنجيل، ما له علاقة به. هو هذا يعني إنسان مثلا ممكن عنده عقدة نفسية مع القرآن مع الإنجيل فحرقه، فهذا الشيء يخصه ما دخل الإلحاد. فغلط شخص يقول شوف الملحدين يحرقون القرآن، لا هاي غلط يعني، هاي التعميم وشيء يعني عشوائي، كلمة عشوائية. والأخ أفريقي يمكن اسمه قال إنه الإلحاد فكر إقصائي لأن يخصيك عن أفكار معينة. زين الإسلام يمنعك أن تكون مسيحي ويكفرك، هل الإسلام دين إقصائي لأن ما خليك تكون غير دين؟ يعني قصدك إذا أنت مسلم وتتحول إلى المسيحية؟ لا، هل الإسلام يخليك تكون مسيحي أو يكفرك ويمنعك من هذا الشيء ويتوعدك بعذاب؟ لا نتيجة نفس لا مو لا مو يمنعك نتيجة البرهان العقلي والمنطقي والتاريخي والنقدي. أيضاً الإلحاد. يلا انطيني دليلك على أنه لا يوجد خالق الكون. تفضل. الكون يعني محاط بالمادة والطاقة والزمكان، هل الإله موجود؟ شلون شو دقيقة دقيقة، الكون محاط بشنو؟ عبارة الكون عبارة عن الطاقة والمادة والزمكان، هل الإله يمكن إثباته من خلال هذه الأربعة؟ هاي منو هاي مين جبت هالمعلومة الكون محاط بالزمكان والوجود والمادة هاي مين جبتها؟ عندك شيء جديد؟ لا عفوا اعتذر، انت هم مين جبت هالمعلومه؟ يعني بحثت عنها تخيلتها موجود لك مصدر بيها مثلا؟ طبعا هذا سبب التشكيك في المعلومه. يعني مو اشكك عزيزي، مو انت الان ادعيت، انت الان صاحب دعوه وصاحب الدعوه عليه بالبرهان والدليل. انت تقول الكون محاط بالماده وزمكان، هاي مين جبتها؟ والطاقه يعني والطاقة وياهن الطاقة مو مشكلة. هاي مين جبتهن أستاذ مكين؟ يعني هاي شيء يعني موجود يعني تقدر تبحث وتلقى. يعني وين أبحث لو تكرم؟ أنكل جوجل يعني موجود في كل مكان. يعني ماكو هيجي، ماكو عالم، ماكو عالم في كوزمولوجي يعني كلهم نعرفهم وقارين كتبهم، ماكو واحد يقول إنه الكون محاط بزمكان وطاقة ومادة. مو محاط. لا هو الكون، هو الكون اللي
الشيء اللي حد الان مكتشفينه هو هذا الشيء، الطاقه والماده والزمكان. هل اكو شيء خامس يعني انت من عندك طلعته حتى تثبت انه كلامي غلط؟ لا مو انت قلت الكون المحاط، هسه الان اذا مو محاط موضوع اخر. انا ثلاث مرات قلت لك مو المحاط، قلت لك الكون عباره، الكون عباره عن ماده هكذا يقول، مو ماده وطاقه وزمكان. لا مو هي الطاقه شكل من اشكال الماده يا استاذ مكين، تمام. ما هو الماده شنو بها يعني؟ مو بها طاقه؟ لا يعني هي اذا لا تقول طاقه، يعني هي الطاقه شكل من اشكال الماده حسب معادله اينشتاين. يوجد ماده، ما يوجد مو تمام يعني وجد العلاقه بين الطاقه والماده. يوجد ماده غير حيه وما فيها اي طاقه، اي ام سي سكوير، مو تمام. قاريها استاذ؟ لا مو قاريها. لا هي يعني الطاقه وشكل من اشكال او وجه او عارض او صوره من صور الماده، يعني هكذا يقولون الكوزمولوجيين. زين انت موافق على كلامي لو لا؟ يعني كمل لو لا. ها عفوا، طيب يعني دعواك الى انه لا يوجد، دليلك اثباتك انه لا يوجد خالق للكون. هو انا اللي اقول لك اله لو انت، انت المفروض تثبت. طيب يعني اذا انت مو ملحد، يعني انت ما عندك دليل على عدم وجود اله. اوكي رجل قش ثاني. الشخص اللي يثبت شيء هو شو رجل هاي شنو رجل قش يعني ايش تقصد؟ يعني بنيت شيء وهمي، يعني انا ما حاط شيء وقلت يعني انا ما لا مو انت قلت يعني انت قلت لك انت صاحب دعوه، فانت قلت انا ملحد. طيب ما هو دليلك على عدم وجود خالق؟ اول مره قلت الطاقه وماده وزمكان، فبعدين قلت لا انا ما عندي دليل. انت صاحب الدعوه يعني اذا انت هنا لست ملحدا، انت نقول لا ادري. مو هيك تسمون نفسكم؟ هسه يجيني شخص يقول لك مطر باصبعي، اصبعي قاعد تمطر. اي دليلك انه اصبعي قاعد تمطر؟ يقول لي انت شنو دليلك انه اصبعي ما قاعد تمطر؟ طيب غلط. نشوف الانواع الجو. زين لا راح نعطيك مثال. لا هذا المثال لا تس استاذ. نعم قاعد تقاطعني يعني بشكل. ها عفوا انا والله على بالي تكون مداوله، يعني انت لا تريد تاخذ مداخلتك براحتك، بس انا على بالي نتداول يعني نتناقش. قاعد تقاطعني بهاي. ها اعتذر. يعني هو العفو بس يعني العلم انت حضرتك لازم يكون ملموس، اي شيء ملموس لا يجب ان يكون به. استاذ علي هادي انا كنت اريد اساعده بالمثال، هو يعني موضوع المطر يعني هو عاده يكون مثال ضعيف، يعني انت اذا تريد تحرج المؤمن مثلا تقول له انا ادعي انه يوجد كائن معين مثلا بالمريخ، هل تستطيع نفي هذا الكائن مثلا حتى يكون الكلام يعني حجتك قويه تصير اقوى؟ شنو رايك؟ ما جاي احرج اي احد، انا جاي استفيد واستفاد. اذا تريد تستفيد انت اذا لا تقول انا ملحد، لانه انت من قلت انا ملحد صرت صاحب دعوه. لا وانت ايضا صاحب دعوه لما تقول انت. طبعا طبعا صاحب دعوه والدعوه كل اصحاب. لا خلص، وانا عندي دليل عقلي ومنطقي وتاريخي ونقلي وتواتري واعجازي على ما ادعيه، انت ايش عندك دليل؟ طبعا عجيب. لا لا ليس بهذه التصور، لكن انا اؤمن بوجود خالق للكون وهذا مثبت عقلا. نعم يعني بغض النظر اذا كنت سني او شيعي او ايش راح يفيدك. نعم مسلم. زين اكو نقطه جزء مهمه، قلت انه الدين الاسلامي انساني. طبعا تمام، انت تعرف اصلا طبق الدين الاسلامي كان سنت ميت، لان انت ارتديت عن الاسلام ورجعت، فالشخص اللي ارتد عن الاسلام ويرجع لازم يقتل حتى لو رجع الاسلام. من قال لك ذلك؟ هسه مثلا الشخص اللي يزني لازم يجلد مهما يكون هذا يعني هذا كيف يجلد؟ كيف يجلد؟ ما هي شروط الجلد استاذ مكين؟ ممكن توضح لنا؟ يوجد شهود واربع شهود، واذا كان محصن يرجم واذا كان غير محصن يجلد. اذا الموضوع اذا ثبت بالشهود وتحول الشخص الى القاضي الذي هو مختص، وهذا القاضي يطبق عليه القانون او الحد، تمام؟ يعني الموضوع ليس عبثيا، كما احنا الان انت الان لو في العراق مثلا اثبتت عليك السطو المسلح تعدم تقتل، ولو ثبت عليك انك تاجر مخدرات تعدم، ولو ثبت عليك انه انت عندك ميول ارهابيه تعدم، ولو ثبت عليك انه انت تتخابر ضد الدوله والامن القومي للبلد تعدم، و و و و وكثير
يعني لماذا أنت تعترض على تشريعات وقوانين ولا تعترض على تشريعات وقوانين أخرى؟ يعني هنا مو تكيل بمكيالين أستاذ مكين. أنا قاعد أتكلم بشارع معين، أنت رايح بغير شارع، يعني قاعد أتكلم حتى أوصل نقطتي وأنت قاعد. هو هذا الواقع، هو الإسلام خوما يختلف عن، يعني هو غير واقعي. عفواً عفواً، أنت ما فهمت وجهة نظري، فقاعد تعطي أشياء أنا ما قلتها ولا أريد أوصلها أصلاً، فخلينا نكمل وجهة نظري حتى تبين يعني. يلا يلا بين وجهة نظرك. الرجم هو حد من حدود الله بالقرآن. فأنت من خرجت من الإسلام لازم يطبق عليك هذا الحد، حتى لو رجعت حد الرجم. حد الرجم؟ انت زاني لو ارتد. مو انت تقول يطبق عليك حد الرجم. لا الرجم، لا الرجم كمثال اعطيتك انه حد من حدود الله، كما انه قتل المرتد حد من حدود الله. طيب كيف راح تعرف اني ملحد كنت؟ يعني انا اذا ما اشيل مايك اجيب مكبرات صوت واظهر قام امام العالم واهدد الامن السلمي واهدد الامن المجتمعي واشتم وازدري مقدسات الاخرين، كيف راح يعرفون اني ملحد؟ بعد الاستتابة. لا هو اصلا احنا قبل الاستتابه، هم كيف راح يعرفون مهند ملحد اذا مهند ما جايب مكبر صوت ويهدد الامن المجتمعي والامن السلمي والمجتمع بالكامل ويزدري الاخرين؟ كيف راح يعرف مهند؟ اخ مهند انت عايش بسرداب حتى ما يعرفون انت ملحد او مسلم؟ يعني شلون راح، يعني هسه انا اذا اشوفك بالشارع واني ملحد اكو علامات على وجهي راح تبين اني ملحد لو مسلم؟ لا ماكو. لا مو علامات. اذا كيف راح نعرف اذا اني قمت بنشاطات تهدد الأمن السلمي، تهدد الأمن المجتمعي، قد تقود إلى حرب داخلية بين الشعاب، أزدري الآخرين؟ هذا كلام المسلم المعاصر. لو تروح شنو المسلم المعاصر؟ أبسط شيء ابن باز. إيه؟ المرتد إذا بعد الإسلام 3 أيام يقتل. هو شو مو إحنا خلنا نعرف هو شلون يعرف أنت مرتد؟ يعني أنا الآن يعني استغفر الله ما كنت ملحد، يعني هو شلون راح يعرف اني ملحد اذا اني ما اعلن وما اجيب مكبرات صوت واشتم وازدري الاخرين واتهجم على مقدساتهم واهدد الامن المجتمعي؟ كيف راح يعرفون؟ يعني عرف ما هو الازدراء، عرف ما هو الازدراء اول. شنو يعني قم بتعريف بادي استاذ بادي ممكن؟ لا ليش نزلته؟ لا يلا على اي حال. فاستاذ مكين هو كيف اصلا راح ينعرف اني ملحد اولا؟ يعني حتى يقيمون علي الحاد او يستتيبوني او لا، هو كيف راح يعرفون؟ يعني على سبيل المثال انا من كنت ملحد اروح الى الجامعه وارجع الى المنزل واحترم الاخرين وما حد يعرف اني ملحد، الا اذا في حاله اذا جبت مكبرات صوت وجلست في الاماكن العامه ازدري الاخرين واهدد الامن المجتمعي، لانه انت كما تعرف الالحاد هي دعوه لتهديم المجتمع، يعني انت المفروض ملحد تعرف بهذا الشيء. الطريقة الوحيدة إنه ما يعرفون بها إنك تكون منافق، بس هاي الطريقة. ليش تكون منافق؟ يعني أنت مجبر، أنت مجبر يا هول تفوت من يمه تقول السلام عليكم أني ملحد، السلام عليكم أني ملحد. مو سلام، مو سلام. صلاة. لا شلون؟ صلاة، صوم، هواي أنواع العبادات، كل شيء هواي أشياء يعني تبين. يعني شنو صلاة؟ يعني شنو؟ يعني أنت أولاً هل يوجد في الإسلام تشريع أو قانون أو جهاز يراقب الناس في بيوتهم مثلاً؟ ماكو هذا الجهاز الا خلاص. اذا انت شوف، اذا انت في حاله، اذا يا استاذ مكين كون نفرق بين حالتين، بين حاله انه انا في داخلي ملحد ولا اهدد الامن المجتمعي للبلد، وحاله ثانيه انه اني اريد اجيب مكبر صوت كما قلت لك واظهر في الاماكن العامه لكي اعلن وأشتم وأزدر الديانات الأخرى ومقدسات الآخرين. هنا التهديد هو لا أنا أتكلم لك كواقع، أنا ما رجل مو مفتي، ما لي علاقة بالموضوع. ماكو واقع لأن ماكو دولة تطبق أحكام الإسلام حتى يكون في واقع. يعني يعني أنت هسه ماكو، أنا أحد الأخوة أرسل لي تحياتنا يقول يعني يوجد كثير من المسلمين لا يصلون ولا يصومون، يعني موضوع طبيعي وفعلا. أوكي. اوكي اوكي بس بالاسلام اللي ما يصلي يعني او ناكر للصلاه فهو كافر، بس من انت ما تصلي يعني. هسه كافر وحد واقامه الحاد وحد، هسه انت حولت لي كافر، هسه انت شعليك بالكافر. احنا دا نناقش موضوع كيف يعرف هذا ملحد او مرتد ويحكم عليه القاضي، احنا نريد نعرف كيف راح ينعرف،
يعني هو الإنسان إذا محترم نفسه ومحترم الآخرين ويمارس فعاليات الحياتية بشكل طبيعي وما يزدر الآخرين، ما يهدد الأمن المجتمعي، هو أصلا يعني ابتداء ما راح ينعرف هو ملحد ما ملحد مرتد شو ما أدري نبيع، يعني هو الحاكم شو ما أدري بي. أستاذ مهند أقدر أحط المايك بحلقة طب وآخر شيء وصيح وأبقى قاطعك، يعني أقدر أسوي هاي الطريقة الأسلوب القاعد. يلا يلا عفوا أخذ دورك يلا تكلم. تمام، أنت قلت اللي بس المرتد المسالم يعني اللي هو هذا ما يقتل وعفو بحاله. لا لا أنا ما قلت ما يقتل، أنا دا ناقش الفكرة ابتداء إنه الملحد كيف راح ينعرف ملحد أو مرتد إذا هو ما مهدد الأمن المجتمعي وهو لم يأتي بمكبرات صوت ليشتم ويزدري مقدسات الآخرين ويهدد الأمن المجتمعي، هو كيف راح يعرف أصلا؟ يعني ماكو تجربة، ماكو مختبر يسحبون منه دم حتى يعرفوه ملحد مرتد لو لا، إلا إذا هو أعلن وهدد الأمن المجتمعي والأمن القومي للبلد. تمام؟ أستاذ مكين موجود؟ أستاذ مكين؟ طيب ناخذ استاذ احمد ونرجع لك استاذ مكين. استاذ مكين صوتك فقدنا صوتك. استاذ مهند قبل ثواني استاذ مهند، هو هسه حتى لازم مكبره صوت ويعلن او يعلن عن الحاده هو ما جاي يعدم، ما كان حد قاعد يطبق احكام الاسلام. طيب اذا الموضوع سالب بانتفاء الموضوع، يعني انت ما عندك قضيه اصلا. انت ليش ما عندي قضيه ما دام النصوص موجوده؟ ليش ما عندي؟ مو هي انت تقول ما تطبق، اذا هي ما تطبق انت ليش شايلهم؟ هي ما تطبق لان احتجي امريكا تحت هاي الدوله تسوي عليها حصار لان هاي دوله ارهابيه اذا طبق النصوص. لا كلامك بالعكس، هو يعني قصدك المجتمع اذا كان معتدل وكان مسالم وكان محترم الارهاب الامريكي راح يجي يحتله كما فعله مثلا في العراق في افغانستان في فيتنام. تخيل انت امريكا هاي اللي انت تقول امريكا راح تجي تحتلها، تتخيل انه امريكا استخدمت العلم كسلاح كاباده جماعيه لليابانيين عام 1945، والسبب تعرف شنو؟ انت اللي الان معترض واللي تشجع على موضوع الامريكان، تعرف السبب شنو؟ عنوان بسيط، تهديد الامن القومي الامريكي. انت تعرف حاليا جنابك لا جنابك، انت حتى بالافلام والمسلسلات اذا ما تطلع توجد عباره دائما تستخدم انه في حاله اذا انه تهديد للامن القومي الامريكي، هنا رئيس امريكا الى صلاحيه انه يستخدم الاسلحه النوويه. فانت ليش هنا جنابك المحترم انت ليش هنا متقدم اعتراضات؟ لانه انت الان في خطر حقيقي، خصوصا انت من لهجتك مبين عراقي، واحنا بلدنا تدمر، يعني تعرف في 2003 احتلونا الامريكان ودمرونا ولحد الان نعاني. جنابك انت هذا بما انه شيء واقعي، ايش عجب ما تعترض او تقدم لنا وجهه نظر؟ يعني شنو الشيء الواقعي؟ يعني الاحتلال الامريكي واقعي صار، حصل له لا بال2003. طيب انت طيب اذا انت الان لماذا لا تعترض؟ يعني لماذا تذهب الى نصوص وانت اعترفت بلسانك بعظمه لسانك انه غير مطبقه؟ لماذا لا تذهب لتعترض على المطبق من العلمانيه الامريكيه والإمبريالية الأمريكا وذيولها؟ لماذا لا تعترض عزيزي؟ جواب بسيط، لأن فرق بين الكلام الله وفرق بين أمريكا. هسه هو القتل واحد. هسه أنت إذا قتل ابنك، هسه أنا إذا أجيت قتلت أبوك يعني اسمه، أو قتلت شخص، إذا هذا قتلته وقلت له راح أقتلك بسم الله سبحانه وتعالى، الله حاشا طبعا أن يقتل إنسان أو إنسان يقتل الله بيبقى. أو قلت له راح أقتلك باسم العلمانية، أو قلت له راح أقتلك باسم الليبرالية أو باسم الإلحاد، يعني شنو هو راح الموتة تختلف؟ يا أستاذ مكين يعني عزيزي أرجوك ممكن أرد عليه؟ يعني أنا إحنا يعني صار لي ساعة وياك ما تخليني أردك، أحاول أنه أستفهم من عندك فكرة. لا أبد ما حاولت عليها. لا أبد ما حاولت تفتهم مني أي شيء أبد يعني. ما حاولت تفتهم من عندك أي شيء؟ أي شيء بس تقاطع وتعلي صوتك. طيب جاوبني على هاي النقطة، أنت تقول هنا القتل باسم الله وهنا القتل باسم العلمانية، شنو الفرق بالنسبة للمقتول؟ الفرق ركز لي، المقتول ماكو فرق بس القتلة اكو فرق. يعني هاي قتلة حلوة وهاي قتلة مو حلوة؟ يعني
قاعد قلت مقتول ماكو فرق شنو قتل حلو قتل معلوم. طيب وبالنسبة لك أنت بالنسبة للقاتل يلا خلينا نشوف الفرق شنو بالله بالنسبة للقاتل هسه من يجي داعش يدفر عليه الباب يقول لي الله يقول لي خلي قتلك اكو فرق زين. بين جندي من مو داعش احنا مو داعش احنا المسلمين المؤمنين احنا اللي وقفنا ضدها واحنا اللي حاربناها واحنا اللي طلعناها ولا احنا اللي بينا منهجها الخاطئ وتفكيرها يعني شو تريد بعد؟ انا عندي فكره الشخص اللي قاطع هواي يعني هذا الشخص ضعيف مو انت ما توصل لي فكره واحده انا سالتك 100 سؤال ما جاوبت وانا خليتني انطق بكلمه حتى يعني اكمل الفكره طيب تفضل يلا اختم لنا لو تفضل فرق من يجي داعش استاذ مهند بس لحظات بس بلا زحمه هو يلا يعني هو شنو الفرق ده يقول لك استاذ مهند بين انه اقول انا باسم العلمانيه ده اقول لك انت هسه الان تكفر بالعلمانيه لو لا طبعا لا ليش مو ده يقتلك باسم العلمانيه وهاي بالنسبه لك يختن العلمانيه ما تختن العلمانيه فصل الدين على فصل الدين عن الدوله باوع باوع استاذ مكين شوف شلون انكيل بمكياج شوف استاذ مكين باوع احنا لا قبل شوي قلت لي امريكا وصدق العلمانيه يعني باوع عوفوا انا راح افيدك بشغله استاذ مكين نعم. انت شاف في مقتبل حياتك اتمنى لك الموفقيه بس شوف الانسان حتى يكون بناء الفكري صحيح اولا يتخلص من ازدواجيه المعايير هاي اول حاله تسويها ليش أشكرك. لا لا مو انت عفوا مو انت دا تكلم بصوره عامه بس اذا تقبلها نصيحه من تعتبرني اخ صديق براحتك اول شغله لازم تتخلص من ازدواجيه المعايير بمعنى انه انت الان اكو ناس نعم من يتخلص الشخص هذا أوكي. لازم يتخلص ليش لانه انت جنابك الان اكو ناس سمعوك واقول لك مثلا امريكا استعملت وقتلت وانت تقول بعظمة لسانك أنه يوجد فرق بين القتلين يعني أنا الآن عندما أذهب إلى عائلة يتيمة بسبب قصف واحتلال أمريكي وأقول له يا ولدي لا بأس لأنهم لم يقتلوك باسم الإله فأنت أو باسم الله أو باسم مقدس فأنت خلص عيش حياتك سعيد يعني أنت تعرف هذا شراح يكون رد فعله أستاذ مكين أرجوك يعني يكفي تشوه يعني كفاية نتشوه أرجوك يعني ده نتشوه فكريا ده نتشوه حكما ده نتشوه ثقافيا يعني هذا الشيء غير مقبول أرجوك يعني وين تريدون توصلونه بعد يعني كملاحظ يعني وين راح توصلونه يعني أنت الآن ميزت وفصلت وبررت لقتل لمحتل لغازي بررت له لأنه أنت تعتقد كملحد أنه قريب من فكرك بينما أنت نعم بينما أنت نفسك شخصيا انتقدت حالة وأنت بعظمة لسانك قلت هي غير مطبقة وهي شغلتك شغلك الشاغل طيب أنا كيف راح أثق أتعايش وياك يعني أنا كيف أتعايش ويا شخص يفرق بين قتل وقتل خصوصا أن القتل الآخر يعترف بأنه غير موجود غير مطبق هذا إذا قلنا هو قتل هذا إذا افترضنا أنه هو قتل بغير حق طيب كيف تميز وكيف تبرر طيب كيف راح تعايش وياك أستاذ مكين يعني كيف أنت راح يعني هل أنت بهذا كلامك تحث المجتمع على أنه يتقبل الملاحدة هل أنت بهذا كلامك تدعو إلى أنه الآخرين يطمئنون ليتشاركوا في التجارة وفي الاستثمار وفي العمل مع الملحد أنت يعني هنا حقيقة بينت لنا الوجه الحقيقي لما هو لخلفية تفكير للحاد نعم. بالضبط لأنه هذه فكرة خطيرة يعني أنا لا أستطيع الآن أتكلم لك بصراحة بعد جنابك الكلام اللي تكلمت به أنا لا أستطيع أن أتعامل وأتعايش مع الملحد لماذا؟ لأنه مزدوج المعايير يعني يتكلم بازدواجية معايير بين حالة وحالة عشت ويا كل الملحدين يعني عندك معلومات عنهم كلهم المليون ونص ملحد يعني وين أكو مليون ونص ترى أنتوا كلكم يعني على راح أقول لك فتشغل أستاذ مكين خليها في بالك نتكلم بالعراق أو بعض البلدان ترى أنتوا الملاحدة يوجد تضخيم إعلامي مثلا لأنه الآن الحكومات مثلا بالعراق وين تضخيم الإعلامي طيني فد مثال بسيط هسا راح أقول لك أنتوا الآن مثلا بالعراق الأحزاب مستفيدة من عندكم يعني ما أريد أتكلم عن بقية غير بلدان لأنه أتكلم لك عن البلد ترى أنت لو تشكل خطر طفيف على الكرسي على الحزب الحاكم على الدكتاتور على المتسلط
ترى انت ببرنامج ساخر واحد اسبوعي يعني صدقني راح يعني يسموها الكوميديا السوداء، صدقني ما راح تقدر تطلع تقول اني ملحد لانه راح يكون شيء عار. صدقني ترى هنا هنا ياتي مصطلح الازدراء. ممكن ان تعرفنا لنا الازدراء يا صديقي؟ شنو الازدراء؟ انك تستعمله استعملت ازدراء الاديان، شنو ازدراء المسلم منج... انت الان انت قلت يعني هسه لا انت ايها الملحد تزدري. هسه راح اقول لك. طيب طيب بس فقط اكمل الازدراء. صار عرف لي الازدراء تؤمر. فاستاذ مكين صدقني انت الان لو تشكل خطوره يعني على الحاكم على الحزب ببرنامج كوميدي واحد عن افكاركم وطروحاتكم ينتهي الموضوع. تحياتي لك، انا اشكرك استاذ مكين، ارجو ان تعيد قراءاتك. ارجو ان خليتنا نكمل اي شيء، خليتني احكي اي شيء وبنيت هواي. والله اخذنا استاذ مكين اخذنا وقت طويل وارجع لك. خلي بسبب المقاطعات بس سؤال لو اخذ فقط اجاوب استاذ استاذ مهند. نعم استاذ مهند، كانك تقول حينما تختار الالحاد عليك يعني انت تريد تطلع من الدين. طيب انت جربت مثلا المسيحيه الاخرى؟ جربت يعني كل يا استاذ علي هادي انت اكو شغله ما سامعها يمكن او ما منتبه عليها. يعني هو يا ملحد نزل ما يقول اني كنت في شيخ الازهر مثلا، او اني رجل ازهري او عضو بهيئه كبار العلماء. يعني هو الكلام يعني ما عليه ضرب. على اي حال استاذ بادي، استاذ بادي اسمك ده الفض اسمك صحيح استاذ بادي؟ بعدي 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 بعدي. طيب استاذ بعدي انت سالت عن الازدراء. الازدراء اني باعتقادي يعني وممكن انه لا اريد يعني اعتقادك، لا اريد اعتقادك، عرفه لي دوليا. انت تستعمل شيئا مستوردا من الخارج. شو علاقتي؟ لا لا ليش مستوردا؟ انا هذا باعتقادي. مصطلح هذا مصطلح وجد في اوروبا وترجم طيب للغة العربية فترجمه وفقا لما جاء به، لا تأخذ طيب شيئا وتحاول أن تجعله على شكل هيئة على قالب يلائمك أنت أو على شكل حذاء يناسب رجلك. طيب استوردت مصطلحا أجنبيا فعرفه وفقه. طيب لا تذهب خارج السياق. ممكن نهدأ شوية تأخذ نفس عميق وتهدأ ممكن حتى نقدر نتحاور. هذه طريقتي في الكلام، هذه طريقتي في الحوار. أحاول إذا طريقتك بشيء. ممكن رجع المايك شوية لأنه الصوت عالي ونهدأ شوية حتى نقدر نتحاور. تمام؟ طيب أنا من وجهة نظري الازدراء يعني حسب خبرتي في ملاحدة الكلاب هاوس هو يوجد نوعين من الازدراء. الازدراء المباشر اللي هي كما عملت حفلات لحرق المصحف، عناوين مسيئة إلى المقدسات، إلى الأنبياء، إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا، إلى الخالق. هذا ازدراء مباشر طبعا، والتهجم على الشخوص المسلمين. ويوجد ازدراء هذا خطأ. طيب طيب صحح لي صحح لي بعد أن أكمل صحح لي. لا لا كيف أصحح ومقدمتك كلها خاطئة؟ ماذا سوف أصححه الآن؟ انتظر. طيب هي لازم تكون خاطئة لأنه أنت ملحد أستاذ بعدي، هي لازم تكون خاطئة. غير ملحد وانت ايضا ملحد. انا ملحد وانت ايضا ملحد. ملحد ب 4000 عليكم السلام. ملحد ملحد ب 4000 دين، مو هيك تريد تقول؟ مو ملحد بديني لاني انا ديني الذي اتبناه انا وهو منهج لي. انت ملحد عن ملحد عن الحق. حسن لا يعني لا انت عندك دين آخر. استاذ بادي انتظر انتظر انت عندك دين؟ ايوه لدي دين. ما انتظر. هو دينه ممكن دينه يعني من باب الفضول. ديني هو ديني أمازيغي وابحث عنه. أنا نحن نعبد نحبود هينان ونعبد تانيد ونعبد أكوش ونعبد هي الأمازيغية أمزار. قومية أستاذ بادين، هي الأمازيغية قومية ولا دين؟ هي تجمع القومية والدين معا. يعني مثل الموضوع اليهودي أو أولا ليست هي قومية، ليست هي قومية، ليست هي قومية، هي أمة. القومية هي قومية عربية ومصطلح قدحي أصلا لا نستحمل. يعني بصراحة مع احتراماتي إليك أنت الآن جررتنا، أنت الآن جررتنا إلى بادي. موضوع آخر. أنت الآن تجرنا إلى أنت بس على كيفك آخر. يعني رجع لو سمحت صوتك كلش يعني ما أريد أقول مزعج لكن ممكن ترجع المايك قليلا. أنت الآن مارست تلك وصاية الصوت على الآخر الذي كان قبلي، لذلك فعلت نفس الشيء لكي تستشعر الضعف. والله لو منبهني كان بعدت المايك حقيقة. قالها لك أنت الآن تعلي الصوت، قالها لك طيب مرات عديدة. طيب
طيب اعتذر، راح ارجع، بس ممكن لو تكرمت شويه الصوت يعني حتى لا يصير ازعاج. استاذ بادي، انا اعرف الحاله الوحيده هي الكيان الصهيوني، يعني ما تسمى بالكيان الهزيل الاسرائيلي، هي الوحيده اللي حولت القوميه 2-3-4. انما برضه بصراحه يعني يا فلانة يا بنت كذا يا فلان، ده ليس من الدين في شيء وليس. استاذ بادي انت ليش عصبي عزيزي؟ يعني انت اهدأ شويه، انت الان تجرنا الى موضوع اخر. ما جارك على موضوع، انا هاي المعلومه اول مره اعرف ان القوميه الان اضفها في كتابك في ورقه وابحث عن المسألة. اذا اردت ان نناقشها في حصه اخرى سوف اناقش. طيب، هذا موضوع. اذا الازدراء مللت منه، وانا ايضا يعني مللت من دعاوى الملاحدة او اصحاب الديانات. انت الان تناقشه، الان انت تناقشه في الغرفه وليس موضوع. طيب، الديانه الامازيغيه انت تريد الازدراء. نعم، الازدراء تكلمت معك عن الازدراء المباشر، الان انتقل لك الى الازدراء الغير مباشر اللي هو ماذا؟ اللي هو استخدام الملحد، تسخير الملحد، يسخر شخصيته ويسخر ادواته لانتقاد الدين الاسلامي، سواء بكلام مباشر أو باستخدام ألفاظ تشير إلى الإساءة. بمعنى يعني أنا عملت رومات قبل أسبوع، قلت أتحدى الملحد أن يتكلم معي في أي موضوع اقتصادي سياسي اجتماعي لمدة خمسة دقائق دون ذكر الإسلام، يعني دون إزراء الإسلام. للأسف ما نجحت، يعني ولا واحد نجح، يعني أكثر واحد يمكن وصل 3 دقائق، يعني 3 دقائق. مغالطة رجل، 3 دقائق. مغالطة رجل، انتظر انتظر. فبالتالي الإزراق هو الذي ينطبق، يعني هو الذي ينطبق على جميع الملاحدة الآن اللي ديمارسوا، اللي هم يستخدمون أنفسهم ويسخرون أنفسهم كأداة تخريبية، تسمح لي كأداة استفزازية. تسمح لي لك الإزراء. يعني انت بغض النظر تعريف، يعني تعريف، يعني ما اعرف، هو متشلب لي يريد تعريف عربي. انت هو لا يعرف الشيء، هو لا يعرف اي شيء، ولم يقدم اي تعريف لا تاريخيا ولا حتى ما هو مصطلحه القانوني. الازدراء وضع قانونيا، مادة قانونية وضعها المختصون في القانون. ماذا يقول هو في يعني حتى نقول ازدراء في اللغة العربية هو الاحتقار والإهانة، وضع في أوروبا لمحاربة. طيب أنا ما أتفق وياك، انتظر أنا أقول لك التعريف الأصلي من أين جاء. جاء من ما أتفق وياك، إحنا لدينا تعريف مختلف أستاذ بادي. لحماية الأقلية، الازدراء وضع لحماية الأقلية. أنا ما أتفق وياك، أنت أقلية، أنا ما أتفق وياك. أنت الآن لم تؤصل تاريخيا، لا لا، يعني أنا لا، ما لي علاقة بالتاريخية أستاذ بادن. يا عزيزي، قبل أن نعرف الشيء يا عزيزي أنا ما أستورد تعاريف، نقوم بدراسة تاريخية قبل أن نعرف. يا عزيزي أنا لا أتفق معك جملة، أنا لا أستورد، أنا مفاهيمي أستنتجها من واقعي، أنا لا أستورد من فرنسا ولا من غيرها، ما لي علاقة. إذن لماذا تستعمل مصطلح إزدراء؟ الازدراء ترجمة من اللغة الفرنسية الى اللغة العربية. عزيزي انا استخدم الاشتراك اللفظي فقط، اما المعنوي ليس معنى الازدراء عندي. يا عزيزي لو قلت احتقار اسلم لك. انا لا انا لا اقول لا 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 لماذا؟ انا لا اسلم. عزيزي لماذا؟ انت رجل، عزيزي انت رجل، أيوة. عندك تعريفاتك الفرنسية الخاصة، انا ما اتفق بها وياك. أنا عندما أريد أن أضع قانون الإزدراء سوف أضعه بأدواتي وبتشريعاتي وبرؤيتي أنا. ما وهذا ما فعلتم لي. وهذا ما يفعل في مصر مثلا. في مصر هناك قانون إزدراء الأديان، في المغرب ليس هناك قانون إزدراء الأديان. ونطالب الأخوة في المغرب المسلمين، نطالب المسلمين في المغرب أن يضغطوا، وفي العراق وفي أي بلد فيه غالبية إسلامية. كيف تطلب من المغاربة وهم أسقطوا حكومة إسلامية وقاموا بالترشيح حكومة ليبرالية؟ لا يعني أنت ملحدة بابا. أنا للأسف كيف تطلب من المغاربة؟ شوف أستاذ بادي، حتى الكلام ليكون عنصري أو ليكون فيه همز أو لمس، أنا حقيقة مو مغربي، أتشرف أكون مغربي طبعا لكنه عراقي.
فبالتالي أنا ما أعرف أنت شو تقصد بهذا كلامك. أنا فهمت أنه أنت تشتم حكومة أو غير حكومة أو كذا. أتمنى دقيقة دقيقة بابا دقيقة دقيقة حتى لا تسوي لنا مشكلة قومية أو مشكلة يعني الموضوع هنا خرج عن السيطرة. فأرجوك أنه يعني شوية نتجرد من خلفياتنا، نتجرد من أمورنا، ما نتهم الآخرين. أنا ما مطلع على يعني كيف تعمل الحكومة المغربية، هل هي جيدة، هل هي سيئة، هل هي إسلامية، هل هي علمانية إلى آخره. هذا موضوع ممكن نناقشه في روم آخر. الآن إحنا خلينا نرجع. أتفق معك. دقيقة 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 يا أستاذ بادن. أنا هنا اسمح لي يعني اسمح لي فقط ننظم الموضوع حتى لا نجرح الآخرين. يعني خلينا نتعلم هاي الثقافة. أستاذ بادن، حضرتك تكلمنا بموضوع الازدراء. أنا لا أتفق معك في هذا، يعني المسلمون لا يتفقون معك في تعريفك للازدراء، سواء هو كان مستورد، سواء كانت كلمة فرنسية أو تعريف فرنسي وترجم. نحن نطالب بقانون ازدراء يناسب. هل وجد في التاريخ الإسلامي شيء اسمه قانون ازدراء الأديان؟ يعني لا مشاحة في الاصطلاح، يعني ممكن نستحدث. هل وجد في التاريخ الدولة الإسلامية يعني قبل ما قبل نشوء أو ما يسمى بالحضارة، قبل سقوط الدولة العثمانية، هل المملكة الخلافة العثمانية يعني وجد قانون اسمه ازدراء الأديان؟ نعم. مهند بس ثواني إذا تسمح لي. يعني انتظر يا مهند. نعم انتظر أنت. اسمه سب الدين، كان اسمه سب الدين، لكن الآن لا لا. احنا أستاذ أحمد أستاذ أحمد أستاذ ازدراء. دقيقة أستاذ بادين عزيز. لا أستاذ أحمد أرجوك، أنا هاي المعلومة ما أرد أدخل بيها. لماذا؟ لأنه راح تكون تأخذنا إلى جانب آخر. لكنه يا أستاذ بادن ببساطة بسهولة، أنا أريد كبلد كحكومة كغالبية، إحنا نريد نشرع هذا القانون، يعجبك أهلا وسهلا ومرحبا، ما يعجبك باستطاعتك إلى أن تذهب إلى أي بلد آخر تعيش به يناسب فكرك ويناسب طموحك. تحياتنا لك. متفق معك، متفق، كلام جميل. إذن أنت أن تسقط الدولة أو البعد الجغرافي على أنك أنت من يتبناه والآخر لا يحق له أن يتبناه، سواء الآخر كان واحدا، سواء من كان هو مسيحيا. الآخر من المواطن هو الآخر؟ المواطن العراقي مثلا الملحد، المواطن العراقي المسيحي، المواطن العراقي الكردي مثلا. طيب راح أجاوبك. لا يحق له أن يتبنى، انتظر، لا يحق له أن يتبنى أطروحته السياسية وأطروحته القانونية وفق ما يراه هو مسلم بالحقيقة. أما أنت انتظر أنت الآن تخالف القوانين الدولية، بينما الكردي مثلا الذي يتبنى القوانين الدولية أو يسمى بقوانين حقوق الإنسان فهو أجدر منه أن تكون له دولة. عليك أنت أنت دين أنت لا. أنت الآن أنت تقوم بإقصاء الآخر. أعود إلى موضوع لا قبل أن تعود بعجلة دقيقة أستاذ بادن، قبل أن تعود خليني أجاوبك. لا قبل ما سأتركك تشرحه، بس لكن قبل ولا ما دقيقة فلأجاوبك على موضوع الأخوة الكرد وغيرهم. أستاذ بادن كما لا يخفى عليك، أنا ما أريد أدخل، ربما أنت من خلال كلامك استنتجت أنه أنت يعني لديك مشكلة معينة، ما أعرف يعني يمكن هي مشكلة، يعني أعتذر لو فهمت خطأ، يمكن مشكلة قومية أكثر من ما هي إلحادية أو غير إلحادية أو فكرية، يعني حسب ثقافتي واطلاعي. فأرجوك لا تسقط اعتقادك، لا تسقط وجهة نظرك وتدخل الأمور في بعضها، يعني موضوع القوميات موضوع مختلف عن موضوع الأديان وازدراء الأديان، موضوع الحريات يختلف عن موضوع الشوفينية القومية، موضوع يعني مواضيع لن ندخلها في بعض. أنت الآن دخلت في ازدراء القوميات. نعم. فأرجوك كل أنا دائما قولي أقوله أستاذ بادن، إحنا كشعوب عربية أو ناطقين. أنت الآن ازدرأت، لسنا بشعوب عربية. اسمعني خلي أكمل كلامي حتى تفهم. أنا كلامي دائما أقوله، إحنا كشعوب عربية أو ناطقين باللغة العربية أو قوميات أخرى لهم كامل الاحترام والتقدير، نحترمهم، لهم كامل الحرية،
نطالب بحقوق أين الاحترام وعروبة غازات هويتها وثقافتهم؟ اسكت باوع صاحبي اسكت خلي السيد باوع بادر غير دخل انت سقراط كرة انا عارف انك شنو كنقول راه كنهضر مع السيد لا لا بادن بادن عزيزي لو تكرمت انا دا اتكلم وياك بس لو تسمح لي فاحنا دائما نقول انه احنا كقوميات ثقافات اديان اقليات الجميع محترم له حريه ما يعتقد وانا اقول لك ليس دقيقة. هناك احترام في المغرب ليس هناك دقيقه احترام. دقيقه يا عزيزي دقيقه يا بادن اهلا استاذ ياسين لو تسمح لي لو تسمح لي استاذ ياسين حبيبي حبيب مهند كلها لماذا تناقش هذا اصلا يبدل صورته او يغرب بغض النظر يا استاذ ياسين هذا يبدل صورته او ينزل استاذ ياسين كان في جروب فينا اللي بهدلته طيب 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 انا والله ما منتبه على الصوره ما كيدخل ما بين اللحم والتفر غير الوسخ اجي دخلك انت صاحبي يا اكبر مسخ ما كنت يا بادي يا بادي يا بادي اسمعني يا بادي لو تكرمت الجميع محترم وله الحقوق ما لم يفقد احترامه على الموجودين ويستخدم الحوار انا الحوار بيني وبينك وما لو تكرمت انا طلبت من الاخ ياسين انه اكمل كلامي فقط حتى تفهم وجهه نظري ارجوك فبالتالي الكل محترم الكل نطالب بحقوقه كما اطالب بحقوقي وطالب بحقوق بقيه القوميات الاخرى لكن بشرط ان نكون اوفياء لبلدنا أن نكون أوفياء لمجتمعاتنا، أن لا نزري الآخرين، أن لا نكون أداة بيد الدول الأخرى الاستعمارية لنجعل من أنفسنا نفقاً أو جسراً لتدمير مجتمعاتنا. أستاذ بادن أنا مضطر أنزلك لأنه الصورة اللي خالها صورة تعبر عن الازدراء تعبر عدم احترام الآخر أنا أتمنى أنه هاي ما تكون ثقافتك أنت يعني ثقافة مجموعتك محترمة لكن أتمنى ما تكون هي هاي ثقافة يعني ما تعكس صورة سيئة عن خلفيتك فبالتالي اسمح لي ما أقدر أصعد أنت رافع إيدك إذا تغير صورتك أصعدك ما عندي كل مشكلة أستاذ بادي ونتحاور في أي موضوع في موضوع قومي في موضوع ديني لأنه أنت حقيقة نقلت لي معلومة غريبة أن تقول الأمازيغية دين يعني أنا الحقيقة أعرف فيها أنه هي قومية فإذا تغير صورتك وتصعد نتناقش ويانا الأخ ياسين المحترم أستاذنا طبعا الفاضل ما عندنا مشكلة نتحاور في أي موضوع تختاره شريطة أن تغير صورتك الإزدرائية شريطة لأن هاي صورتك يعني تتهجم على الآخرين وما نقبل إحنا كناس مثقفين واعين متربين يعني لا تربيتنا لا أهلنا لا ثقافتنا لا ديننا علمنا أنه نسمح بمثل هذه المخالفات تكون موجودة فجنابك لو تكرمت تغير صورتك أنت رافع إيدك الآن تغير صورتك أهلا وسهلا بيك لك حق تعبر عن وجهة نظرك ونناقشك حتى نبين لك مشكلتك شنية ونوضح لك فهمك الخاطئ بكل راحة وصدق أستاذ ياسين أيضاً ميانا تمام أستاذ ياسين؟ بكل فرح هذا هو المعمول لماذا؟ نبين لك في روماتينا يعني عندنا شروط احترام وعدم الدعوة إلى الكراهية أستاذ ياسين هذه تدعو إلى الكراهية والبغضاء بين الناس أنا بصراحة ما منتبه على صورته حقيقة لكنه إحنا ما عندنا مانع إذا غير صورته نوضح له وين فهمه الخاطئ أستاذ ياسين نعم يلا غير صورتك أستاذ بادي خلي صورة ما هو طرحه أنا أصلا لم أسمعني طرح كامل يعني هو يقول يعني يقول إن الأمازيغية دين وليست قومية يا أستاذي هؤلاء أمازيغ متطرفة نوع والله لا احنا نحترم أستاذ ياسين نحترم القوميات لا يقولون بهذا بل يقول الحمد لله الذي هدانا الإسلام لأن قبل ذلك في المغرب كانوا عبيدا للبيزنطيين والروم يفعلون فيهم ما يشاءون لما أتى الإسلام حررهم ويعني والأمثلة الأمازيغين الأحرار مثل يوسف بن تاشفين وطارق بن زياد هؤلاء هذه أمثلة صارخة على الناس الأحرار الذين يفتخرون بالإسلام وليس كهذا الذي قيل له كلمتان من عصيب المرتد ففرح بها وبدأ يدعو إلى هذه القومية النتنة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني هؤلاء بعيدين كل بعد عن الموضوعية
لو كان يعني رجلا، لو كان رجل حقيقي لكان مثل أجداده الذين لا يرضون بالعلاقات الرضائية ولا يرضون بأن يعني يدخل عاشق ابنته إلى البيت بصفة عادية ويرضى الشدود ويرضى كل هذه الخبائث، خبائث الملحدين. لو كان يعني رجلا صحيح حقيقيا أمازيغيا كما نعرفهم، بل المرأة الأمازيغية أفضل منه ولا يصلوا ترابا عليها. نعم هذا هو الخطاب الذي يوجه إليهم، لأنهم أناس يدعون إلى الكراهية والبغضاء وتفرقة المسلمين في المغرب. هؤلاء الناس خطيرين جدا، لا نسمح لهم بهذا الخطاب. بارك الله فيك أستاذ بادن. أنت رافع إيدك لحد الآن، أرجوك غير صورتك وأصعد حاور بكل حب وبكل ود لو تكرمت. أما إذا ما راح تغير صورتك فأني ما أقدر، أني ما أقدر أصعدك، لأنه أنت حقيقة لا تحترم الآخرين وتعمل فتنة. قد هذه الفتنة تكون فتنة طائفية، يعني قد تتهدم بلدان. أنت مثل ما تعرف إحنا العراق عانينا ما عانينا بسبب أفكار طائفية، فأنت شلون نسمح لك أنه تطبق الطائفية لتمزق البلد بها؟ فغير صورتك أرجوك. أنا أتمنى أنه أتكلم وياك وأسمع يعني هذا موضوع أنه الأمازيغ المحترمون أنهم دين وليسوا قومية، هاي أنا ما سامحها بحياتي، يعني أول مرة أسمع كيف هذه، يعني هل هذه موجودة؟ والله ما أعرف. تدري إيش سبب إلحادهم أغلبية هؤلاء؟ لأنهم يحقدون وأدخلوا لهم فكرة أن العرب أتوا ويعني أرغموهم على الإسلام وكذا ونكلوا بهم، وهذا أكبر مهزلة وكذبة ومسرحية في التاريخ حتى يخرجوهم من الدين. ولذلك فهم يخرجون من الدين ليس لأنهم لم يقتنعوا، إنما حقدا على العرب وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجون السبب من الدين ويدعون إليه. أستاذ ياسين شنو السبب؟ ليش يعني هذا يعني ليش هذا اللي دي يصير يعني حقيقة؟ قومية نتنا، القومية، القومية يقول هو ازدراء القومية، كأن القومية شيء ممدوح، القومية شيء مذموم في جميع العالم. القومية التي تدعو إليها أنت مذمومة، بل الذي يدعو له حتى الكفار هو لونيفرساليزم، يعني الكونية، الإنسان يكون ابن العالم، هذا هو الذي تدعو إليه يعني منظمة الحقوق العالمية، وليس ما تقول أنت من القومية والعنصرية التي نصدرها. طيب أستاذ ياسين لو سمحت، الآن هو غير صورته بادي. بادي أنت هذه الدعاوى اللي تهدف إلى تمزيق المجتمع عزيزي ليش تتبناها؟ يعني هذه ترى أفكار استعمارية. أوكي. يعني هذه أفكار ترى مستوردة، أرجوك إحنا كلنا أخوة، كلنا مشتركين في بلد واحد، الجميع دقيقة حتى تفهم وجهة نظرنا، الجميع له الحقوق، جميع القوميات، الخلفيات، القوميات كلها. ما هو هذا الحق مثلا؟ ما هو هذا الحق مثلا؟ يعطيني مثال على الحق. ماذا يعني حق؟ ما شنو هذا الحق؟ يعني شنو انت الان انت قلت ان لديك في مثلا الام او لا، يعني انقل لك مثلا، انتظر الهويات يلا. التي انت اجنبي دخلت على بعدها الجغرافي قدمت على الحقوق، قدم لي مثلا ما هو هذا الحق؟ شنو ايش تقصد بالاجنبي ودخلت على هاي الحقوق؟ الذي أنا أعرفه أن البعد العربي هو السعودية أو ما يسمى بالخارج العربي، أما ما فوقها فما هو مثلا هناك بعد كردي، هناك هوية سوريانية، هناك هوية قبطية، هناك هوية أمازيغية. أنت الآن أجنبي دخلت عليهم على بعدهم الثقافي، إذا ماذا سوف نفعل بالتاريخ؟ أستاذ بادن أنت تعرف لا حتى نذهب أنت الآن قولي ما هي الحق، ماذا قدمت الدول التي ادعت العروبة؟ ما هي ما الحقوق التي قدمتها؟ أنت تعرف اسمح لي أن أجيبه؟ راك نهضر طيب. مع السيد راه ما تندويش معك أنت، ليس المهم أن مع من تتكلم، المهم هو الحق وأن تعرف الحق. أنت تسأل ماذا قدم لك الإسلام؟ بادن أنت مو تسأل، بادن أنت مو تسأل تريد الحقيقة تعرفها؟ أولا نقاشي معك أنا أعرف كيف مستواه، أما نقاشي مع الطرف الآخر فأنا لا لا هو لا 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 أنا لا 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 بادن لا أنا اسمح لي ما اسمح لك تتجاوز على أستاذ ياسين أو أي شخص موجود في الروم. أنت يعجبك أهلا وسهلا، إذا ما يعجبك تتحاور
براحتك. احنا عبالنا عندك مفاهيم مغلوطة حاولنا نوضح لك اياها. تسمح لنا نصحح لك مفاهيمك ولا لا؟ اذا تسمح لنا نصحح لك مفاهيمك اهلا وسهلا بيك، راح نتكلم. مرحبا مرحبا. اذا ما اذا ما دقيقه اذا ما يعجبك نصحح لك مفاهيمك، وتريد تبقى في هذا الوهم اللي انت عايش فيه انت حر براحتك، يعني ما نجبرك ابدا. اوكي اوكي. يعجبك يعجبك ما هي الحقوق التي قدمها القومية العربية او القومية العربية لهذه الهوية؟ يعني انت نقاشك تريد نقاشك تريد نتحول الى نقاش قومي ولا نتكلم في نقاش ديني؟ هذا هو اصل موضوعك. انت قلت كيف تتحالف مع الغير مع الغرب. انا لم اقل وطنك. انا قلت تتحالف أنا قلت مع الغرب الجميع. لا 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 لا، انت سالتني ما هو معيار التعايش عندك، قلت انا احترم الجميع، انا يعني الجميع احرار ما لم اولا يتحالف مع قوى أجنبية تستهدف أمن بلدي، ثانيا يعمل ازدراء أديان وبالتالي قد تقودنا إلى حرب أهلية ومجتمعية تفكك البلد، ثالثا أن يتخلى عن العمالة في حالة إذا كانت هنالك عمالة تأريخية. جميل جميل جميل. واضح حسن. أنا لم أتهم أحد. من يلعب دور العمالة من يلعب دور الخيانة هم العرب في المغرب وفي العراق والمسلمون هم المسلمون. يعني أنا صار لي ساعة أتكلم وياك، قوميتك محترمة وأني أدافع عن حقك، ومع ذلك أنت تحالف مع فرنسا ضد الأمازيغ وهم العرب، وأني لحد الآن من تحالف مع فرنسا ضد الأمازيغ هم العرب، وأني شوف أبادن أنا أقدر. لا دقيقة ياسين ياسين أستاذ ياسين دقيقة أنا عندي هدف من الحوار، وبالتالي أقول لك أنت محترم وقوميتك محترمة وأطالب بحقوقك وأطالب بحريتك وأدعمك، لكنه أنت مصر تتهجم وتريد أن تحول النقاش إلى نقاش قومي نتن. لا يعني ما أفضله، لكن في حالة دقيقة لا، النقاش القومي نقاش نتن بغض النظر من أي عندما طفل عروبة. فيا استاذ بادي من حقي ان اناقش هويتي هسه راح اخليك تناقش هويتك. انا لا معنى للكلام معه استاذ عمران لو تكرم لو تكرمت فقط. فانا يا استاذ بادن النقاش بهذا المستوى ما اناقشه، اذا احد الاخوه عاجبه يناقشك في موضوع القوميه ما عندي مشكله، يعني اذا استاذ ياسين او استاذ عمران او دقيقه او احد الاخوه، شرط انه يكون انه ما تتهجم يا بادن، ما تتهجم على الاخرين وتحترم الاخرين ما عندي مشكله. فيا اخ ياسين استاذ عمران استاذ مستر جافا دا اصعدك لكنه ما اعرف استاذي مهند، انا الكلام بالقوميات مع هؤلاء لن ينفع ولن يجدي نفع. تمام يعني استاذ ياسين أستاذ ياسين أنت أيضا. أنا 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 أقول يعني إذا أرادنا أن نناقشه في القومية والله سنعلمه التاريخ ونعلمه بأنه يجهله، وهذا ليس عيبا. فأنا أجهل مثلا علوم الطب، الرجل يجهل جهلا عميقا التاريخ، لا يعلم حتى كيف كان حال الأمازيغ قبل أن يأتيهم الإسلام، ويقول الإسلام يكافئ به العرب، وهذا مغالطة تدلك على عمق الجهل، لأن الإسلام لا يدعو إلى العروبة، الإسلام يدعو إلى الإسلام. فترى الإمام البخاري من أعلام الأمة، ليس عربيا فهو تقريبا روسي من بخارة، والإمام مسلم من نيسابور. يعني هذا الرجل يدعو إلى قومية يعني حاربها الإسلام، وهو فقط دافعه الحقد، ليس طلب الحقد، الحق الحقد الحقد ثم الحقد، الحقد على العرب كيفما كانوا، الحقد على العرب أينما كانوا، ولو كان عندهم حق يحقد. ومن بما أن محمد صلى الله عليه وسلم عربي فهو يحقد عليه ولن يقبل دينه أبدا ما دامت هذه العنصرية فيه. فأنا لا أريد أن أجادل في هذه القضية لأنه لا يرقى إلى مستوى المعلومات في التاريخ أصلا. طيب. فإذا سألته ما الدليل على أن فرنسا والعرب تحالفوا ضد الأمازيغ، والله لن يجدها لأن غير موجودة، الرجل كذب عليه فصدق الكذبة. إذن فهو لا ولا العرب ولا إحنا بغض النظر أستاذ ياسين، إحنا مهند أستاذ يجب أن تعلم كيف يعني
ماذا يتحدث عن يعني ان او ان سكان المغرب الامازيغ كانوا يعني في المغرب واتاهم الاسلام. تفضل تفضل انتظر انتظر شويه عليك دابا نشوفك ثم قد يختم استاذ بادن. استاذ بادن استاذ بادن ارجوك استاذ بادن احنا لحد الان احنا ما عندنا بادن بعدي اسمه بعدي بعدي احنا ما عندنا استعداد احنا ما عندنا استعداد نناقش امور قوميه ليست شغلنا الشاغل. اوكي اعتذر عن الازعاج فقط اعطيني دقيقه. لا مو انت يا استاذ بعدن انت انسحب دقيقه. لا اذا تسمح استاذ بعدن انت اسلوبك و يعني انت يعني شو الشوفينيه شويه احنا عندنا اعتراض عليها لانه يعني عندنا حساسيه من عندها. فارجوك احنا نقاشنا هل يوجد ملاحده في كلب هاوس؟ واذا شخص قال لا يوجد ملاحده على كلب هاوس اذا ماذا تسمي هذه النكسه الفكريه اللي نسمعها؟ جنابك انت حولت الموضوع الى يعني قوميه و يعني شيء حقيقه بالقرن ال2000 يعني 2021 صعب نناقشه. فاذا الاخوه عندهم راي ما اعرف مستر جافا او استاذ عمران او استاذ منصور. لا نحن معك نحن معك استاذي الكريم. نحن بغض النظر عن الموضوع الديني يعني انا شخصيا اذا تعارض ديني مع قوميتي باختصار ساضع قوميتي تحت قدمي. انا ديني هو المهم، القران الكريم عندي هو المهم الذي يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، معيار التفاضل التقوى وليس لا العروبه ولا الامازيغيه ولا الكرديه ولا ولا اي شيء. الدين واجب لقيام الدوله يا استاذ عمران. لم افهم يعني ما هذا اعتراض ام ماذا؟ لا 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 انا بايدك في الراي. الدين اهم من الدوله. الدين هو طبعا الدولة. طبعا الدين اهم حتى من يعني نحن ممكن ان نزهق انفسنا من اجل ديننا لا من اجل قوميتنا والعروبيه والوطنيه والديمقراطيه والقوميه وما الى ذلك من هذه الافكار. المشكله للاسف ان هؤلاء الاخوه يخلطون بين الدين وبين القوميه، يقولون مثلا ان العرب ظلمونا، ان الحكام العرب ظلمونا. طيب وما شاني انا بذلك؟ يعني ماذا انت كامازيغي او ككردي تكرهني انا كعربي على سبيل المثال لان الحكام العرب ظلموك؟ طيب ما الحكام العرب ظلمونا ايضا نحن. فالخلط بين هذه الامور والخلط بين هذه المفاهيم امر يعني سيء جدا للاسف حتى من الناحيه الاجتماعيه والاقتصاديه فضلا عن الناحيه الدينيه. يعني الدعوه الى القوميه هل ستاتي الى المجتمع بفائده؟ ابدا لن تاتي الى المجتمع باي فائده، بل ستاتي الى المجتمع بمزيد من الفتن ومزيد من الحروب والدمار والدماء للاسف. فأنا أستغرب عندما أرى شباب مثقفين يدعون إلى هذه الدعوة. للأسف عندنا في سوريا عانينا الأمرين من جراء بعض الأفكار القومية المنتشرة عند الإخوة الأكراد مثلا، والتي تدفع بهؤلاء الإخوة إلى تفضيل القومية على الدين. أحيانا في كثير من الأحيان نجد الإخوة الأكراد يجلون مثلا أوجلان وما إلى ذلك مع ابتعاده عن الدين في طعنه للدين. للأسف شخصيات كردية بالضبط نفسه أستاذي عمران اسمح لي المقاطعة بالضبط نفس القصة. هؤلاء يعني مطبلوا لكسيلة ولمثل هذه الشخصيات عبر التاريخ التي دعت للقومية وأبعدت الناس عن دينهم واختلست منهم آخرتهم على أين؟ أنا يعني قد يعني أنا حتى ننتقل أقول كلمة قبل أن لا أستاذ الدين قبل أنا سأخرج لأن الوالد اتصل بي على أين أنا يعني من بعض الإخوة لكي أضحد ما يقوله هذا الداعي إلى الكراهية والبغضاء. فجزاكم الله خيرا وإلى الملتقى إن شاء الله. تحياتنا. أنا قبل كنت أتمنى أنه أسأل سؤال أستاذ عمران ومستر جاب أستاذ منصور أنه هل الدين الإسلامي هو دين قومي مثلا؟ الدين الإسلامي جاء ثورة على الفكر القومي. حتى الصحابة الكرام عندما ظل عندهم بعض الأفكار ومنهم من قال يا للأوس ومنهم من قال يا للخزرج، النبي عليه الصلاة والسلام قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها إنها منتنة. الفكر الإسلامي جاء ثورة على الفكر القومي النتن. هذا الفكر القومي الذي لو أخذناه الآن وطبقناه على أرض الواقع سندخل في حروب وسندخل في جاهليات كبيرة
لن تنقضي إلا بالدماء وإلا بالدمار. انظر أنت الآن إلى المسلمين مثلا في أوروبا على سبيل المثال، تجدهم من كل الجنسيات ومن كل القوميات إخوة، بينما تجد أحيانا للأسف في بلداننا الإسلامية المسلمين أنفسهم يتنازعون على القوميات، يقولون هذا كردي وهذا عربي والأكراد أقوى من العرب والعرب أعز نسبا من الأكراد. هذه مصيبة عندما تحصل، بينما تجد المسلم الألماني مع المسلم الألباني مع المسلم الذي جاء من روسيا مع المسلم الذي جاء من كرواتيا مع المسلم الذي جاء من تركيا، كلهم إخوة في أوروبا. هو أنا عايز أفهم الإسلام هو الرابط عندهم. القوميات هو ليه في صراع بالقوميات بين الأمازيغ والله أنا أراها قلة عقل حقيقة. لماذا؟ لأنك أنت لم تختر قوميتك، يعني هل أنا اخترت أن أولد عربي؟ هل الكردي اختار أن يولد كردي؟ هل الأمازيغي اختار أن يولد أمازيغي؟ هل التركي اختار أن يولد تركي؟ طيب طالما هذا الأمر ليس باختيارك فلماذا تفتخر به؟ يعني ما هو الشيء الذي يدعو إلى الافتخار بأنك من سليل الفراعنة مثلا كما يقول بعض الإخوة المصريون؟ ما هو الأمر الذي يدعو إلى الفخر بذلك؟ أنا أفتخر أني مسلم، هويتي أني مسلم، أنا لا يعني أنا لا أريد أن أقول أنني سوري، لا أنا مسلم. نعم. لا يهمني إن كنت عربيا أو صينيا أو ما إلى ذلك، المهم أنني مسلم، هذا المهم بالنسبة لي. هذا الدين هو الذي سينجيني من في الآخر، ليست القومية. لكن الدين يتقاطع مع القومي، يتقاطع مع هذا فكرك، هذا فكرك أنت، يتقاطع مع في اللغة. لو سامحني محمد، ليسوا مسلمين، أغلب المسلمين الآن على الخريطة تجدهم ليسوا عرب. أندونيسيا، هل أندونيسيا أكثر دولة إسلامية أكثر دولة فيها مسلمين؟ هل أندونيسيا عرب؟ ليسوا عربا ويفتخرون بالإسلام ويتعلقون بالإسلام أكثر من الكثير من العرب. هل تركيا ليس عرب؟ تفضل. هناك مغالطة كما أخ ياسين قبل، يعني قبل ما يخرج قال أن هذا الناس يجهلون التاريخ. للأسف هذو الذين يتشبثون بالقومية البربرية هم يجهلون تاريخ أجدادنا البربر. أنا شخصيا إنسان عربي لكن أفتخر بأجدادي البربر. الدول التي قامت بعد الفتح في شمال إفريقيا كلها دول يعني من أسر أصولها بربرية، سواء موحدين، مرابطين، زيانيين، المرينيين، الحفصيين، حماديين، كل هذه أسر يعني أمازيغي. هم يروون يعني للأسف بعض المغالطات التاريخية، يقول لك أنهم تعرضوا لظلم. لو كان تعرضوا لظلم من قبل الفاتحين لا أخذ هذا الناس اللي كانوا يحكمون، يعني كانت الملوك بيدهم، لا أخذوا بثارهم. والأمازيغ ناس أبطال أشاوس لا يرضون الدنيا، لكن هم أذعنوا ودخلوا في الإسلام. يعني بعد سنوات قليلة تجد الأمازيغ يفتحون دول أخرى مثل الأندلس. الأمازيغ هم من خدموا الإسلام في شمال إفريقيا. دولة مثل الدولة المرابطية أو الدولة الموحدية، هذو هم اللي خدموا الإسلام. يعني أصول ملوكها والحكام فيها كانوا أمازيغ وبربر. فهم يعني للأسف يضربون بجرة قلم هكذا كل 1400 سنة من تاريخ البربر وإسلامهم، ويذهبون إلى الجاهلية قبل الإسلام ويفتخرون بالأوائل قبل الإسلام. هم يخطفون منا الناس الأمازيغ. هم لا يمثل الأمازيغ، من يمثل الأمازيغ هم المسلمين، هم المسلمين الذين يمثل الأمازيغ ويفعلون غلطات تاريخية. ربما هم حتى هم لا يجهلوا التاريخ. نحن هنا في شمال إفريقيا، العلماء البربر هم من خدموا الإسلام، هم من دعوا للإسلام. عندك واحد مثل أبو البركات البربري، هذا وحده شخص واحد فتح دولة المالديف، يعني أدخلها الإسلام، ويعني أجره ما زال الآن يعني في صحيفة أعماله الآن هذا الناس المسلمين بسببه هو بعد الله عز وجل. فهم يريدون أن يخطفوا منا الأمازيغ ويظلوا أن الأمازيغ هم المسلمون. يعني أنت مثلا هنا في الإخوة هنا في الكلاب هاوس من يدافعون عن الملاحدة أغلبيتهم أمازيغ، فأرجوكم لا تتشبثوا بهذه النغمة. يعني الأمازيغ هم مسلمون وخدموا الناس الإسلام، فلا جيبونا يعني نغمة أخرى. يعني هذه ولا عليها الزمن. نحن مثلا في الجزائر، أنا في الجزائر هناك كتاب يعني اسمه عنوان الدراية في معرفة علماء بجاية، وأغلب العلماء اللي فيه هم من قبيلة زواوة، يعني هذه منطقة القبائل، علماء مسلمين.
ابن معطي الزواوي هذا صاحب كتاب ألفية، ألف ألفية في النحو قبل إمام مالك، يعني قبل ألفية ابن مالك. فأرجوكم يعني الأمازيغ هذو كان لهم اختيار تاريخي، وهو العربية والإسلام كانوا يكتبون باللغة العربية، حتى هذا الملوك يعني مراسلاتهم يعني عندما شوفها كانوا يكتبون بالعربية وكانوا مسلمين وينافعون الإسلام ويدافعون الإسلام. فهم للأسف جاهليين، يذهبون إلى التاريخ الجاهلي، شخصيات يعني ربما لا نعرف، نشكك حتى في صدق هذه الروايات التاريخية، يتمسحون بها للأسف. فأي شخص قارئ للتاريخ ومنصف سيعرف أن هذا الناس يعني يتأثرين بقومية ما أنزل الله بها من سلطان، يعني قومية بعدما الناس نبذت هذا الفكرة القومية، يعني ماذا جرت القومية على أوروبا؟ هذه النازية والفاشية، يعني هذه أصبحت يعني كما نقول إحنا في الجزائر بيريمي، يعني انتهت مدة صلاحياتها، الآن يلقوها بها عندنا نحن ونتشبث بها. هذه القومية يعني عفى عنها الزمن. أرجوكم يعني عملوا أبديت، يعني الناس أبعدت عن هذا الفكر القومي وأنتم تجيبوه لنا للأسف. والله يا أستاذ أبو يا أستاذ أبو يحيى، يعني إحنا مثل ما شفت الأخ تعاملنا وياه بكل احترام وبكل ود، ويعني إحنا مع حقوق كل القوميات الموجودة على أساس أنه لا يعتدون على الآخرين فقط، يعني الأخوة الكرد إحنا متعايشين وياهم، نعم توجد بعض الأفكار مرة